السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ عيد ميلاد لفا بنتي خلاص قرب، فعايزه طبعا اعمل لها البسطرمه. ليه بقى؟ لان عايزه اعمل سندوتشات بسطرمه. لو جبت بسطرمه من بره طبعا مش هلاحق عليها، هحتاج كتير جدا، والكيلو ورق غالي. انا بالصدفه كده بقلب في الفريز لقيت حته اللحمه. بصوا يا جماعه، البسطرمه تنفع بعيق الفليتو او بالتريبيانكا او حته من وش الفخده عموما، تمام؟ انا عندي حته كده من وش الفخده ظريفه كده لطيفه، هنعملها بسطرمه بطريقه سهله جدا وبسيطه. وغير الطريقه اللي عملت بيها قبل كده، الطريقه اللي عملت بيها قبل كده كلكم استصعبتوها، ان بننشف في يوم ونحط ملح في يوم ونكبس في يوم. لا، النهارده هنعملها في 24 ساعه، وبعد كده تقعد 10 ايام وبعد كده ناكل منها على طول. طريقتنا سهله جدا وبسيطه، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف هنبتدي نعمل ايه مع بعض، ونشوف بقى البسطرمه بطريقه سهله جدا، وان شاء الله هنجربها في البيت وهتعجبك. نبدا مع بعض ونشوف هنعمل. بصي يا عم، بسم الله الرحمن الرحيم، عندي حته فوطه نظيفه اهي، واحدة كمان دي عشان نكبس بيها، تمام؟ اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، عندي حته لحمه من وش الفخده زي ما قلت لكم، انا حطها في مصفى عشان تفتح لي في مصفى، بصوا عشان تنزل كل الميه اللي فيها، تمام؟ دي اول حاجه. ناخد بس المكان دي، بسم الله، ناخد حته اللحمه كده. طبعا عندي كوبايه ملح، تمام؟ احاول بس على قد ما اقدر اشيل فيها ايه الزوايد دي. بسم الله، عيد الفليتا او التريبيانكو حته من وش الفخده، تمام؟ دي طبعا حلوه جدا تنفع. دي حته من وش الفخده كده حلوه، بالصلاه على النبي. دي كانت في الفريزر يا جماعه عند البسطرمه، تنفع بلحمه مجمده عادي، لحمه بلدي تنفع برضو، تمام؟ تنفع. انا بس حطها كده هتنش عشان ايه، عايز اصف كل الميه اللي فيها. تمام، شيل اي حتت بيضه كده فيها ايه الوش. دي يا جماعه الطريقه زي ما قلت لكم مختلفه عن الطريقه بتاعه المره اللي فاتت، عشان يبقى قدامكم الطريقه دي والطريقه دي. دي اسرع منها، التانية كانت بتقعد حوالي 14 يوم، دي بالظبط بتقعد 11 يوم، ودي خطواتها مش كتيره، التانية كانت خطواتها كتيره جدا زي ما قلت لكم. شيل كده خلاص يا حبايبي، كده شلت على قد ما اقدر، انشفها بقى كويس جدا اهو. عايزاها ناشفة خالص 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 اهو، ناشفة من كل الاتجاهات. كده اهو، تمام؟ اديها كده ثقوبين زي ثقب الأذون كده. طبعا دي زي ما قلتلكم مختلفة عن التانية اهي. كده زي ما انتوا شايفين كده اهو، بس كفايه كده اهو. هجيب بقى الملح وافركها كلها كويس بالملح. طبعا لسه بكره في مراحل تاني، دي اول مرحله، تمام؟ كده اهي كفنتها كويس بحط بالملح. بسم الله، فوطه نضيفه بقى كمان اهي، اما مناديل. بس الفوطه حلوه، تمام؟ ملهاش لبوش، ما دي كنت بغيرها كل شويه. بسم الله، من المصفى دي صغيره، انا عايزاها مفروده مفروده. هخش اشوف انا مصفى كبيرة جوه غير دي، بشغل المونيا، هجيب مصفى المونيا. يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده اهي، سبتها في الطبق كده اهو، تمام؟
اروح مغطيها بقى كويس، وبعد ما اغطيها اروح ايه جايبه بقى حاجه تقيله جدا 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 واروح حطها عليها. اشوف بقى حاجه تقيله كده احطها الاول. حبيبي حطيت لها بصوا حاجات قد ايه تقيله كده، دي فيها سكر وعلب كومبوت وازاز ميه، حاجه كده تقيله دولك بس لقيتهم عندي عشان يبقوا ايه كتار كده ومظبطين الدنيا. تمام، هسيبهم بقى لحد بكره زي دلوقتي، يعني هقعدوا بالظبط كده 24 ساعه. طبعا عشان الجو اليومين دولك حر، ناس تقول هتعفن وهتبوظ، يا جماعه عليها ملح مش هجرها اي حاجه خالص، ما تقلقوش بعد 24 ساعه ان شاء الله هنكون مجهزين بقيت مقاديرنا عشان نعملها. دول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايبي شلت حته اللحمه بعد تاني يوم الصبح شلتها وحطيتها في مناديل وحطيت فوقها كيس كبير كده مليان شويه حاجات اهو كده، لسه ما كملتش ال 24 ساعه، لانها لازم تقعد 24 ساعه مضغوطه كده عشان تنزل كل الميه اللي فيها. انا شلت القماشه اللي كانت عليها وحطيت لها منديلين كده، وكل ساعتين كده بشيل المنديل، لو مبلول بشيله، ده ياكد لي ان هي فيها ميه ولا. نشيل كده الكيس نشوف. بسم الله اهو بصوا، يعني شويه كده اروح مغيره المنديل ده كده، كل ما اضغط قوي بتنزل الميه اللي فيها. شويه كده هغيره، وبعد ال 24 ساعه يخلصوا يعني بالليل ان شاء الله هنبتدي نعمل البسطرمه بتاعتنا. حبايبي شلت المناديل كده من على البسطرمه من فوقيها ومن تحتيها اهو، هسيبها بقى كده هنا على البلانشه دي زي ما هي كده 3 4 ساعات لحد ما تنشف كده وتتشمع وتبقى ايه سهله معانا. تمام اهي، هنسيبها بقى شويه. بصوا من جوه عامله ازاي، زي الفل، ما فيهاش اي حاجه، وريحتها حلوه قوي، ريحتها ملح. تمام كام ساعه كده ان شاء الله ونرجع عشان نكمل مع بعض. بصوا حبايبي فاضل 3 4 ساعات كده اهي، بسم الله. تمام كده اهي، امسكها بقى دلوقتي اشطفها من الملح ده كله عشان ما تبقاش حادقه، شطفه بسيطه كده تحت الحنفيه واسيبها تتصفى. ماشي، سيبها تتصفى وبعد كده ننشفها. تمام كده حبايبي، هنا شفتها كويس جدا جدا من الميه بعد ما شطفتها، ده عشان خاطر ما تبقاش حادقه. تمام اهي كده جاهزه معانا وزي الفل. اول حاجه بقى هنعمل ايه، لازم تتربط بخيط. انا ما عنديش خيط، بعت ياسمين الهبله تجيب خيط، دفعت الفلوس والراجل ونسيت الملح والخيط عند الراجل. هطلع بعيد عنكم. نخرمها بقى هنا، بسم الله اربطها بالبتاع ده. هعمل ايه، بسم الله يا لوفا. حاضر تعالى هيا يا جماعه. تمام بسم الله، المفروض خيط بس انا للاسف ما عنديش خيط، مش مشكله ده جاي من عارفه ما يضرش، بس خاطر ما تبقاش غويطه عشان نعرف ايه نركب فيها البتاع. بارك الله فيك يا بنتي اهي. تمام هنا بقى المقادير عندنا، نقول ايه، بسم الله. راس توم كبيره، قرن فلفل احمر مش حراق، تمام، معلقتين كبار بابريكا، ثلاث معالق كبار حلبه مطحونه، دي حلبه يا جماعه زي اللي عملتها في البسطرمه قبل كده، جبت الحلبه وطحنتها، دي حلبه مطحونه، هي حلبه حصى مش حلبه مغيط، شويه كمون، شويه فلفل اسود، وشويه ملح. طبعا هعمل ايه بقى، هخلط ده كله على بعضه واعملهم في الكبه مع بعض اهو. هات الكبه دي كده ياسمين حبايبي، الكبه اهي والسكينه بتاعتها اللي مفيش اي مجال انها تدود اصلا اهي. تمام، نحط الفلفل والحاجه، كل حاجه نحطها كده. مش بايدك عشان لو في حاجه حرقة، لا مفيش حاجه حرقة، ده فلفل احمر رومي يا جماعه. وهنحط معاهم طبعا يا جماعه، هنحط معلقه زيت، وممكن نديها معلقتين ميه بس على حسب السمك، لان الفلفل ممكن ينزل ميه كتير، احنا برده مش عايزين العجينه يابسه قوي ولا طريه قوي، دايما بقول خير الامور الوسط. جه على بالي دلوقتي شقه الزاويه وانا قاعده بعمل البسطرمه دي، اديها بقى معلقه زيت، بسم الله. بس كفايه كده، نضربهم بقى في الكبه كويس قوي ونيجي عشان نغطي اللحمه بتاعتنا. حبايبي اهي جهزتها كده، ضربتها في الكبه كويس قوي اهي، طبعا يا محمر لها كده عشان الفلفل كان كتير فيها، بس مش مشكله عادي كده كده لما بنيجي نعمل بسطرمه ده كله بيترمي. تمام اهو ادوها، بس تاخد شكلها دلع دلع ياسمين، صح؟ حط لها حبه ملح كمان، حبه ملح ياسمين. ابتدي بقى يا جماعه، حطيت ملح كده وقلبتها كويس اهي يعني.
بسم الله. نغطيها بقى كده كلها بالخلطة دي. الناس بتقعد تقولك يا عبسطرمة ولحمة نية، يا جماعة ده زي التجفيف، زي الفسيخ وزي الرنجة، بتبقى اللحمة مجففة. بس يا لفو عشان حرق يا ماما. حاضر حاضر يا ماما حاضر. انت عايزة تشد حدة اللحمة جد 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 اهي، اعملها بقى كده، تخليها متساوية كده، متخليش اي خل. ممكن اتكلم بعد اذنك؟ متخليش ولا خل باين منها ولا حتة لحمة باينة منها. تغطى كلها كده كده. وغطيها بقى واقلبها الناحية التانية، اوقفها كده عشان اعرف ان انا اعملها. بصوا حبايبي اهي، بصوا بابل ايدي ميه صغيره كده اهو، واسوي كده ايه البسطرمه كده اهي، وضلوها كده وخبط ظبطوها كده من كل الجوانب كده اهو. وبعد كده هخش اعلقها جوه في المطبخ عشان تنشف. هعلقها دلوقتي في المطبخ، وبكره ان شاء الله هوريها لكم، ان احنا كده هنسيبها 10 ايام. انا بس هعلقها اول يوم عشان اعرف اوريها لكم، عشان بس دلوقتي طريه جدا اهي. 10 ايام بالظبط وهتبقى جاهزه معانا وزي الفل. خش اعلقها بكره ان شاء الله اوريها لكم. هعلقها في المطبخ او في البلكونه او في الشباك او في اي حته. بصوا يا جماعه، اسلم حل، انا علقت البسطرمه في المروحه، خفت اعلقها في المطبخ عند شباك المطبخ تتخبط في السيراميك ولا حاجه، وخفت اعلقها في البلكونه تقع في الشارع. علقتها كده عند المروحه فوق في الصاله تنشف، وبعد ما تنشف ادخلها المطبخ. حبايبي البسطرمه اهي شايفين، اخدها بقى دلوقتي كده بحالها واروح على السوبر ماركت اقطعها على مكنه اللانشون عشان تبقى رفيعه كده وحلوه. نقطع بس كده قطعه طرفها كده، اشوف شكلها من جوه شكله ايه. بصوا حبايبي قطعت حته من الطرف، بصوا حلوه ازاي اهي، حلوه جدا جدا جدا. طبعا التوم اللي على الطرف ده كله هينزل وهتبقى بالطريقه دي تمام. خدها بقى نقطعها وايه، وارجع لكم اوريهم لكم في الاخر. حبايبي خلاص قطعنا البسطرمه. عايزه اقول لكم ايه رايك في طعمها يا ماما؟ رايك يا سعاد؟ هتغسل السنيتش والله، هتحط لي فيها زيتونه بالبتاع بتاعتها، زيتونه بزيت تمام. فمش قادره نحط في السندوتشات خيار او وجزر، مش هنحط زيتونه. بس بجد يا جماعه عايزه اقول لكم حلوه قوي 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 قوي. الميزه فيها انها مش حادقه، وبصوا متقطعه جميل جدا جدا جدا. والله يا جماعه اعملوا البسطرمه في البيت حلوه قوي قوي. احنا هنحط سندوتش كده فاضي. ايه ده، احنا كنا نحط تحتيه جبنه على فكره، نسيت الجبنه مع نفسي. اه هنحط جبنه تحتيه، هنحط جبنه والبسطرمه فوق. على فكره يا جماعه البسطرمه دي مش لحمه نيه، لحم مملحه زي الفسيخ المملح وزي السردين المملح وزي اي حاجه مملحه، دي مش لحمه نيه تمام. اجيب الجبنه بقى. هو يا حبايبي دي جبنه نستون تمام. هنمسك السندوتش كده هنليطه، طليطه كده طليط. تنفع كده مكانها اي جبنه تمام. ونروح حاطين، اصبر اللي بتخبط، نروح حاطين حته البسطرمه كده وحته الخيار، وشكرا للتحيه سندوتش كبير اهو. حبايبي اهو هخلص بقى كله، وبعد ما اخلص بقى الكميه دي كلها هرجع لكم. حبايبي خلاص لقيت البسطرمه، بصوا اهي حلوه جدا وسهله قوي قوي، احسن من بتاعه بره واوفر واضمن. حته البسطرمه كنت عاملاها معاكم عملوا بالظبط 110 سندوتش من دول. هي بقى انها متقطعه على مكان رفيع وحلوه، يعني جميله جدا جدا جدا. اللحمه المستورده تنفع والبلدي تنفع، اي نوع لحمه ينفع في البسطرمه، عرق فليتو او تريبيانكو او حته من وش الفخده، بس بلاش عرق فليتو، مبقاش حلو بالنسبه لي، ناس تانيه بتحبها. جربوها يا جماعه بالطريقه دي وان شاء الله تعجبكم، تعملوا حاجه في البيت. اشوفكم على خير ان شاء الله، واتمنى تجربوها، وانتظروا وصفات اكتر واكتر واكتر. والناس بتقول لك مفيش وقت والكلام ده، انا نزلت لكم فيديو عن الحفله كلها، بدأ بقى لي اسبوع بظبط فيها، وان شاء الله يا جماعه تجربوا وتعجبكم. سلام عليكم.